أن نعطيكم فكرة. قبل قليل تفضل الأستاذ المحترم بالقول بأن القانون عندنا ناقص فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على القاصرات. أنا أقول لا، القانون يعاقب جميع التصرفات كيفما كانت نوعها، كيفما كان نوعها. 485 يعاقب على كل من هتك دون عنف. دون عنف، قاصر يقل عمره عن 18 سنة. ولكن باعتباره جناية. باعتباره جنحة. جنحة ماشي جناية، عاد دابا كيبدا التفكير. يعاقب عليها القانون من سنة إلى خمس سنوات. هاد الفصل يعني بحاله بحال جميع الفصول اللي كاينة في جميع دول العالم. لا غير أنا نشرح ليه. أنا نشرح له. نشرح 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 للأستاذ. أنا هادشي علاش بغيت نتكلم. الهتك بالنسبة للمرأة، المرأة تعتبر عورة عندما يلامسها شخص كيفما في أي مكان من مكان العفة، في كتفيها، في شعرها، في نهدها، في جميع المناحي الجسد ديالها تعتبر عورة. يعني عندما يلامسها شخص بقصد عام، القصد العام وليس خاص، القصد العام تعتبر جنحة، يعاقب عليها القانون من سنة إلى خمس سنوات. لو تخلي العورة يا هذا الشروح الفقهية تقول بأن المرأة يعني نقولوا جناية نقولوا هذا لا نوع من التمييز. لا ماشي ماشي تمييز ماشي، ولكن هذا فقه. الفقه يقول بأن المرأة لها كرامتها ولها عفتها. لا لا عندما يلامسها شخص ما في أي مكان من جسدها تعتبر جنحة، يطالها القانون الجنائي. هذا من جهة. والمجلس الأعلى نحن نميز في النيابة العامة ما بين القاصر اللي عنده أقل من 16 سنة وأقل من 12 سنة وما بين اللي تجاوزت هذه المدة. تأتينا عدة صور ديال الهتك، ماشي غير صورة واحدة، راه هي ماشي نمطية ومتشابهة، هي تختلف من حالة إلى أخرى. قيل بأن هذه أصبحت ظاهرة. أنا أذكر الحضور الكريم بأن هذا الشيء راه قديم ماشي جديد، راه بدأ منذ الثمانينات هذه الأفعال، ولا زلنا نتذكر وبحسرة الاعتداءات التي ارتكبها المسمى متشوق والتي حكم فيها بالإعدام. إذا هذا ما كاينش تساهل. كذلك القضية ديال تالودانت حكم فيها هذاك السيد الفاعل بالإعدام. كذلك عندنا حالا دابا حاليا عندنا جوج ديال الحالات، وحده في بن سليمان أحد المتهمين قاصر هتك عرض طفل قاصر ورماه في بئر، راه في المحكمة. كذلك قضية تيزي ويسلي، افتزع شخص يصلح الثلاجات هتك عرض طفلين قاصرين ورمى بهما في قعر بئر، حكمت المحكمة ب30 سنة والابتدائية، استأنفته النيابة العامة فحكم بالمؤبد. إذن فين التساهل؟ التساهل كيكون في الأفعال اللي هي تعتبر جنحة. إذن لا بد أن نميز ما بين الجنحة والجناية. الجنحة من طبيعة الحال فيها واحد العدد ديال العوامل، الإنكار، الحالة النفسية، الندم، هذا يدخل في صميم قناعة المحكمة واش متعت المتهم بظروف تخفيف أم لم تمتعه بظروف تخفيف. النصوص القانونية نعطيكم فكرة. خليك السي مطر غير نعقبوا على هذا الشيء اللي قلتي لي بأنه أولا ماشي يعني ماشي جديد، وربما هذا الشيء لأنه ربما كاين اللي قال بأنها عندنا تاريخ يعني أسود في هذا الشيء لقرون وقرون. وكذلك القضية ديال الأحكام اللي تفضل بها السي مطر مبدئيا نظريا هذه تعتبر رادعة زعما لكل من فكر في هذا الشيء. أنا السؤال ديالي الله يطول عمركم والرجوع إلى موضوع الحلقة، كيف نحمي الأطفال من الاعتداءات الجنسية؟ العقابات أو العقوبات اللي تذكرت الآن هي عقوبات جنائية أو جنحية يعني بعد الارتكاب، وبالتالي شنو من صورة كتعطينا على المستوى المجتمعي والمتخيل والتمثل الاجتماعي؟ ما أقصده بالضرورة وكلامي باش يكون واضح، في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل أول ما يكسر هو ما عانت منه الأمة لبنائه وهو شخصية الطفل. ملي كتهرس شخصية الطفل واش الحكم على المعتدي سوف يعود بناءها؟ ما يمكنش، يستحيل. ولهذا يجب أن تكون المقاربة مختلفة، ليس فقط مقاربة قانونية عقابية زجرية بل أيضا مقاربة قانونية مصاحبة. كيف ذلك؟ من خلال سرد أستاذ مطر المواد القانونية كنت أتلمس في لحظة من اللحظات
متى سوف يرد المتابعة النفسية للمعتدى عليه؟ متى سوف ترد المتابعة النفسية للمعتدي؟ ثم ما هي إعادة كما جاء في الروبورتاج الوسائل المتاحة لإعادة إدماج الأطفال المعتدى عليهم اجتماعيا؟ السيدة قالت بأنك يوصلوا للثمنة كيحبسوا كيضحكوا عليهم اضطروا يبطلوا المدرسة. هذه حقائق، هذه ليست أشياء تنم عن مدى جدوى أو عدم جدوى القانون، لا، هي أشياء تعود إلى الحياة اليومية والمصاحبة هي يومية. وبالتالي واش قدروا في إطار المقاربة القانونية وحدها أن نبني شخصية المعتدى عليه وأن نعيد إدماج، مع العلم أنه المجرم ولو حاولنا معه إعادة الإدماج سوف يكون أغيسيديفس كيعود يرجع للجريمة. بالتالي أحسن وسائل بما فيها الإحصائيات اللي ذكرته إلى رديت البال، غالبية الذين يعتادون يمثلون أكثر من 60% من الأقارب، بمعنى الأجنبي لا يمثل إلا 10% هو اللي كيدخل في صنف المجرمين. إذا الإشكال هو هاد الأقارب، هو هاد الناس اللي كنعيش معهم، هو هاد الأستاذ، هو هاد المربي، هو هنا المقاربة في اعتقادي يجب إعادة النظر فيها. ربما القانون سوف نلجأ إليه في حالة الشكوى، وهنا غادي نلجأ الأستاذ حينما تفضل بالقول أن الأسر الآن أصبحت تتجاوز العقدة أكثر جرأة، لكن ليس بالحقيقة المطلقة. لماذا؟ لأنه لا زال في المجتمع المغربي العرض وما واش غايقولوا الناس أقوى بكثير من المتابعة القضائية. بمعنى واش أنا مستعد كل استعداد نفضح ولدي أمام الملأ ونتابع هذاك المجرم، ولا مازال عندنا الثقل الثقافي والثقل الاجتماعي أنه العرض ولدي وعرض بنتي أو لا. هذه معطيات لا يجب التصرف فيها. خليني سيسموني النقطة ربما عنده ما يقول فيها. تفضل. لا، هو الجانب القانوني عندنا ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن القانون لا يطبق كما هو إلا في بعض الحالات، كما قالت الأستاذة الحالة ديال هذا المجرم اللي خضع 25 سنة، وكاين حالات أخرى راه خضعوا سنتين نفس الملف وأربع شهور. يعني ما كاينش واحد التوحيد ما بين المحاكم. الآن خص يكون واحد التوحيد، يعني الاجتهادات القضائية خصها تكون موحدة على صعيد المملكة. الجانب الثاني، هاد التشريع اللي عندنا واش في المستوى ديال الجرائم اللي كتدمر النفسية ديال الطفل؟ ملي كيكون واحد الاعتداء جنسي مرافق بالعنف كيف غادي يصير هذا الطفل؟ وغالبا واحد الكثير من الحالات كنعطيو 3 سنين 4 سنين، يعني كنطبقوا الفصل 484 ما كنمشيوش 485، لان 484 اعتداء بدون عنف، هذا تحايل في العوض باش كنمشيو ان تكون العقوبه من 10 سنين حتى 20 سنه، يعني كتمشيو كنعطيو العقوبه مخففه ديال سنه سنتين. إذن هناك قانون لا يطبق بشكل صحيح من طرف جميع المحاكم. والملاحظة الثانية أن يجب تشديد العقوبات. فرنسا عطيت 30 سنة، إحنا خصنا تكون نفس المغرب، القانون المغربي خصو يكون 30 سنة عندما يكون الاعتداء الجنسي على الطفل مقرون بالعنف. كاين مسألة أخرى ديال الشرطة المتخصصة. الأستاذ ذكر بأن هناك إجراءات قامت بها الوزارة، احنا كنتمنوا وكنحيوا هذه الإجراءات ونقدرها ومشكورين عليها، ولكن لا تنفذ في كثير من الحالات. واش كتلمسوها في العمل ديالكم اليومي في المحاكم؟ لأن كثير من الحالات الاعتداءات كتكون خارج المدى الحضاري. إذن واش هل يوجد طبيب نفساني تماك؟ هل يوجد رجل أمن مفتي الشرطة أو ضابط الشرطة اللي غادي يحقق مع الطفل؟ واش عنده المهارات ديال التحقيق؟ قارئ علم النفس، قارئ علم الاجتماع، شي غير موجود. الطفل كيكون 4 سنين كيفاش غتجيب الاعتراف منه؟ إلى ما كان هذاك المحقق له دراية بالتعامل مع ديك الشخصية ديال ذاك الطفل باش ينتزع الاعتراف، لأن هناك بعض الشكايات الكيدية كيمكن واحد الام مخاصمه مع الزوج ديالها يمكن تتهمو بانه اعتدى بحثا عن الطلاق. يدير في غياب الادله ممكن المحقق بطرقه الفنيه وبدرايه علم النفس هذا كيمكن يوصل فعلا واش الطفل صادق ولا غير صادق. اذا خاص يكون واحد الشرطه متخصصه، ما تكونش غير اجرائيه، لا، محدده في اطار القانون، القانون الجنائي المغربي، تكون ضباط الشرطة مفتشين الشرطة اللي كيقاموا بالتحقيق لهم مهارات. هذا الجانب القانون. كاين واحد الجانب آخر وأنا كنمشي مع الأستاذ بن زاكور،
الجانب ديال التوعيه والتحسيس. خلي سي سموني باش نساليو مع الجانب القانوني وندوزو للحوايج الاخرى باش نكونوا سي مطر ربما ما عندوش شي تعقيبات على هذه الافكار وغادي نجي لك الاستاذ بوقيت. شكرا سي جامع كل حسن على سعه الصدر. اشكر الاساتذه على كذلك على تنوير هذه الجلسه القيمه. غير اريد ان اقول بان النيابه العامه حاليا في الدار البيضاء تعرض ضحايا الاعتداءات الجنسيه على طبيب اخصائي في الامراض النفسيه، هذا ليكن في علم الجميع، رغم عدم وجود نص، ولكن هذا اجتهادا من النيابه العامه، فهي تحيل تقريبا جميع الضحايا اللي تعرضوا لاعتداءات جنسيه على طبيب اخصائي في امراض النفس، بناء على اتصال مع رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل، ونحن نسعى لهذا ونحبده. فيما يتعلق بالشرطة المكلفة بالبحث في قضايا الأحداث، فهناك نص يلزم بأنه يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يكونوا مكلفين ومؤهلين للبحث في قضايا الأحداث، ونحن عندما يكون لدينا اجتماع مع ضباط الشرطة القضائية نحثهم على التقيد بهذا المقتضى. صحيح يمكن أن تكون في البوادي خصاص في عدد ضباط الشرطة المكلفين بالأحداث، ولكن فيما يتعلق بهذه العقوبة يجب أن تكون مساوية للنصوص القانونية الفرنسية. فالقضاء عندنا يميز ما بين حالات الاعتداء اللي وقع فيها اعتداء جسدي لا يمكن التئامه، وما بين حالات الاعتداء اللمس مثلا. يجب أن نفرق، شخص لمس طفل قاصر لمسه دون أي هتك مادي أو تثبته شهادة طبية أو تقرير طبي، لا يجب أن يكون متساويا مع شخص ارتكب أفعالا من أفعال الهتك الجسيمة. إذن لا، غير إن تكرر، لأن القانون ينص يجب أن تكون حالة العود لا تثبت إلا بي. راه الأستاذ عارفة هذا الشيء، نسخة ديال الحكم نهائي قابل لحجية الشيء المقضي به، أو هو ربما تكلم سي مزاكو على أنه مثلا جاء مثلا طفل أو طفلة عند باه ولا عند مو، قال له راه البارح والخميس والسبت ودو القعدة، هذا المربي ولا هذا فلان كيدير ذاك اللمس. هذا تعدد، ماشي عود. العود هو العود إلى الجريمة وارتكبها مرة وأدينا وارتكبها مرة أخرى. أما التعدد يمكن أن يهتك هذا حرمة هذا الطفل أو جسد هذا الطفل ثم يهتك طفل آخر وكذا. ولكن فعلا أنه إذا كان ارتكب هذا السيد عدة أفعال إجرامية ضد عدد من الضحايا يجب أن يعاقب وينال الجزاء دياله. نعم أستاذ البقيسرة، نرجع لك السي مطر. غير اللي بغيت نقول أننا من تيقولوا لي فو با كريو سور لي توا، يعني ما نفرحوش بذاك الأحكام بالإعدام اللي سمعنا، لا ديال تارودانت ولا ديال هاد الاحكام ديال الاعدام، راه ماشي على ود الاعتداء الجنسي على الاطفال. ملي كيكون الاعتداء الجنسي بوحدو اللي كما قال الاستاذ مطار بالنسبه للتعدد ديال الجرائم وكذا، راه ما كيعطيوناش هاد الاحكام هادو. هاد الحكم اللي اشيدوا به ديال 25 سنه راه كان غير على الاعتداء الجنسي. هاد الاحكام ديال الاعدام راه كان لانهم دوك الاطفال تقتلوا وتشوهات الجثث ديالهم، يعني الاعتداء جنسيا عليهم. نعم يعني هاد الاحكام بالاعدام راه ما جاو شيء لانه تعدى على ذاك الطفل جنسيا، لانه قتلوا ما نفرقوا، لانه جريمه القتل ملي كتكون مقترنه مع سبق الاصرار والترصد راه كنعطيو فيها الاعدام، ولكن الاعتداء الجنسي راه ما تيعطيوش الاعدام. يعني حتى الفصول ديال القانون الجنائي وصلت 30 سنه وحبسات، ما كاينش مؤبد وما كاينش اقصى حد. اقصى حد نعم، من سنتين الى 30 سنه على حسب الفصول من 484 حتى 487. نجيو لهذا المشكل ديال كما قال الاستاذ المحترم الاستاذ سموني، انه هناك حالات كما قال الزميل اللي في الروبورتاج انه ما كاينش هناك قضاء، يعني ضابطه قضائيه مستقله متخصصه اللي كتسمع لهذوك الاطفال وداك الشيء. لان حنا دابا الان استاذ بن زكور اننا في حاجه ماسه بالنسبه للجرائم ديال الاعتداء الجنسي لتدخل اطباء نفسانيين متخصصين، لانه كما قلت يا استاذ سموني وهذه حالات كنشوفوها حنا يعني يوميا في المحاكم. واحد الجاره دابزات مع الجيران، شنو كتقول له؟ والله حتى نجي ونشكي بك ونقول لك تعديتي على الـ على الـ على الـ على ولدي ولا على بنتي. بالنسبه لتطليق الشقاق اليوم في الصباح
دوزت واحد الملف لان السيده حاولت ما امكن انها تزوج بالزوج ديالها لانه كتقولوا راك تعديتي على الولد ديالي وما كاينش شيء من داك الشيء. خصنا نردوا البال لان لوتر غوفير دو لا ميداي، خصنا نعرفوا بانه الاطفال بصح نحميوهم نحميوهم الاعتداء الجنسي، ولكن من 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 نزجوش بهم اننا باش ناخذوا واحد واحد النتيجه اللي تيكون انسان كي. بالنسبه للاحكام اللي دابا قلت لكم 25 سنه اللي وصلنا ليها، راه كانوا احكام ديال 30 سنه، ولكن شنو وقع؟ دانيال كالفان اللي كلشي يعرف راه خدا 30 سنه ولكن راه مشى بحالته. دانيال واحد اخر كان في 2001 عندنا في مدينه الرباط، كان كياخذ الاطفال من مدينه سالا من دوك الاطفال الاطفال الشوارع وكان كيعتدي عليهم جنسيا، وبقينا شهور وشهور وشهور ونحن بـ 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 بالاستعانه بجمعيه نشكرها جدا بلا ما نشهر بلا ما ندير شويه ديال الاشهار لبعض الجمعيات، ولكن بقينا حتى تعتقل هذاك السيد وتحكم بعشر سنوات درناها لقيناه مشى عاوتاني اربع سنوات في المجلس الاعلى سابقا محكمه النقد حاليا. يعني ان حتى هاد الاحكام في الاول ملي كيكونوا الاعلام مهتم بهم ملي تيكونوا العائلات مهتمين بهم تيصدر واحد الحكم اللي صافي كنسكتوا الناس وهذا، ولكن من بعد غير كيوصل الجنايات الاستئنافيه او محكمه النقد عاوتاني كيهبطوه. نردوا البال حتى لهاد المساله هذه. خلي السي مطرجع على هاد النقطه ديال انه ملي كيوقع يعني ربما اهتمام اعلامي تسلط الاضواء على حاله معينه ربما كتكون الاحكام يعني بين قوسين يعني مشدده ولا ملائمه لطبيعه الفعل الجرمي، وملي كتكون يعني في بلايص ما عليهاش تسلط الاعلام ما كاينش مثلا فاعل مدني اللي كيترفعوا هذا انه كيكون واحد النوع ديال التساهل. كاين هذه الفكره. شكرا. اعتقد انه يجب ان الاوان باش حاليا خصنا نثقوا في المؤسسات، راه كل مؤسسه ستقوم بالدور ديالها. فالمؤسسة الابتدائية مثلا أو المحكمة الابتدائية عندما تصدر حكما مشددا في حق شخص محدد فقد قامت بهذا الحكم، قد يعني أصدرت هذا الحكم بناء على قناعات ومناقشات. والمحكمة الثانية عندما راجعت الحكم الابتدائي فهي كذلك تصدر هذا الحكم بناء على مناقشات وقناعات. حقيقة نحن نختلف، نحن في احنا حاليا دابا في بلاطو واحد، احنا مختلفين رغم ان القضيه واحد ولا جميع واحده، وفي الاختلاف رحمه كما يقول الفقهاء، ولكن ازمتنا حاليا هي عدم الثقه في المؤسسات. يجب ان نفوض امرنا للقضاء ونثق فيه، ولكن اذا ثبت ان هذا القضاء قد ارتكب اخطاء فيجب محاسبته. انا اشكر الاستاذه على القول ديالها بانه فعلا هناك من يفبرك هذه الاتهامات ليزج بخصمه او غريمه في السجن. كاين هادشي فعلا. نحن نلاحظ ان بعض الاشخاص بعض ضحايا احداث ياتون امامنا النيابه العامه، وعندما يستنطق من طرف نائب متخصص في 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 الاستماع للاحداث ينظر لوالدته او لوالده. يعني انت تستنطقه فيجيب ثم ينظر الى والدته او والده كانه يريد ان يقول هل هذا الشيء الذي اجبته صحيحا ام خطا. داك الشيء اللي حفظتيني واش هو اللي قلت؟ بالضبط. او لا كيقول لك لا راه تخلع من داك الضابط وداك الشيء ولا كبغى غير خرج. بالضبط. نحن نلاقي صعوبات امام عدم توفير وسائل الاثبات، لان وسائل الاثبات هي هو المشكل الحقيقي المطروح علينا. عندما عائلة شخص ما قاصر، عائلة قاصر ما تعرض لهذا كعير، أنا أطلب من العائلات وأغتنم الفرصة لأوجه نداء للجميع، عليهم أن يحتفظوا بتلك الملابس والعناية بها وتقديمها لأقرب مركز للشرطة لاستغلالها في الابحاث الجريمه يعني او تقديمها الى النيابه العامه. سي مزكور ترسم واحد النقطه اساسيه هي قضيه الثقه، الثقه في القضاء، الثقه في المؤسسات، الثقه في المشتكي، الثقة في الطفل المشتكي أو في أسرته، الثقة في الأشخاص، الثقة في الأب، في الأم، في الخادم، في المربي، في يعني ملي ربما عندما ينفرض هذا العقد هذا ما بين هذه الأطراف كلها ربما يقدر يكون أنه سبب من هذا التكرر ديال هذا التكرار ديال هذه الحالات اللي كنتكلموا عليها. المشكل ماشي مشكل ما بقيتي كتثق مع من تخلي ولدك مع من تخلي فين غديه هذا. لا انطلقوا من المنطلق ديال الأستاذ مطر الله يجزيه بخير اللي قال لك هنا يجب الثقة في
المؤسسه هي مساله ماشي مساله ثقه، هي مساله محاسبه واعاده نظر. اما الثقه الحمد لله كاينه ما دام الجهاز قائم والمؤسسات قائمه. اللي كيبقى وهو النظره التي ننظر بها الى الموضوع، ولا زلت الح على هذه المساله. واش المشرع المغربي حينما يخطط في اطار تشريعاته هاجسه الاول والاخر والمعاقبه فقط؟ أين حماية الطفل؟ أين بناء شخصية الطفل؟ أين المتابعة ما بعد العقاب؟ لأنه أنا الذي يهمني ليس هو الزج بالناس في السجن بقدر ما هو الحفاظ على توازن المجتمع، وأكثر من توازن بل أنه المجتمع يمكن أن يبدع وأن لا يصبح المعتدى عليه، هو الآخر جريم مجرم في سوف يأتي من مستقبل الأيام. بمعنى الفكرة الأساسية التي أريد أن أوصلها بكل بساطة، روح القانون في المجتمع المغربي يغيب عنها، وانا لست اهل القانون ولا ادعي انني اهل القانون، ولكن بالاختصاص ديالي كنحس بانه هناك حس متابعه المجرم نقطه الى السطر. الابعاد الاخرى حتى لا اكرر نفس الكلام في هذه الحاله اللي كنهضروا عليها اللي هي كيف نحمي اطفالنا من الاعتداءات الجنسيه. قال الاستاذ مطر انني حينما استنطق الطفل و يتوجه إلى الأم ربما أن بنيته الشخصية جعلت منه يفقد الثقة، وبالتالي كل ما سوف يقوله يتردد. إذن هذا ليس معيار. من هنا جاء الأساس للجوء، وأحيي على الفكرة اللي قال أن رغم أن غير مسطرة في القانون اللجوء إلى طبيب نفسي لمتابعة ولاستنطاق الطفل، هو ليس استنطاق في آخر المطاف، هو إعادة الثقة لذلك الطفل حتى نجد بآليات طبية نفسية متعارف عليها دوليا كيف نساعد الطفل على التعبير عن شيء قد منعه من التعبير. لأنه كيف ما كانت الحال ما سوف يقوله الطفل ما مدى مصداقيته أمام جهاز كله مبني على التخويف اللي هو الأمن والسلطة. خصو إعادة الثقة، خصو مجال آخر، وحتى أنه باش يقبل يعود على الموضوع شنو هي التبعات ديال أنه يهضر على شيء يمسو، ثم ما تكونش تكسير، ثم المن غادي يعاود، لأن أحيانا أطفال ما كيقدرش يعاود لوالدي هذا الواقع. لا، السبب بسيط، هذا الموضوع بسيط جدا، لأن العلاقة التي بنيت بين الطفل والأب هي علاقة مبنية على الاحترام والوقار. وحنا في المخيلة الشعبية ديالنا وفي المخيلة المغربية ديالنا الحديث على الجنس هو مخيل للحياة، حتى بين المرأة والرجل كيكون مخيل للحياة، وهذا موضوع آخر. فبالأحرى أنه غيجي يعترف لبا بأنه ما بقاش راجل، أو أنها فقدت البكارة ديالها أو شيء من القبيل. بمعنى هي علاقة ليست بهذه السهولة، هي معقدة، لا أقول معقدة لا أحب هذا الكلام، هي متشابكة ومتداخلة. من جانب الاختصاص ديال علم النفس الاجتماعي نقول أنه بكل بساطة مقاربة القانون المغربي لمثل هذه المواضيع يجب إعادة النظر فيها حتى لا تكون فقط مركزة على العقاب. بكل خلاصة، هي كما تفضل الأستاذ مطار، هي ماشي مسألة ثقة أو عدم ثقة. احنا نثق في مؤسسة القضاء ونثق في مؤسسة الأمن، ولكن من حقنا أن نقوم السلطة القضائية، لأنها أصبحت سياسة عمومية. حتى الدستور المغربي الجديد ولا كيعطينا الحق كمجتمع مدني أن نقوم السياسة العمومية، والسلطة القضائية كتدخل في إطار، والسياسة الأمنية كتدخل في إطار السياسة العمومية. أعطيكم مثال، واش يعقل أن الطفل ملي كيوقع عليه اعتداء جنسي كيديه مولا بوا الكوميسارية وسط المجرمين؟ هذا داخل على بسبب مخدرات، واحد داخل بسبب السرقة، كي واحد الفضاء، واحد البيئة، وذاك الطفل ديال 4 سنين ولا 5 سنين أو 6 سنين كيف غتكون النفسية ديالو وسط هذاك الجو؟ إذن خاص أماكن خاصة لهاد الأطفال في أثناء التحقيق، خاص ضباط ومفتشين الشرطة اللي غيقوموا بالتحقيق لهم تكوين ودراية بعلم النفس كما قلت. كاين اللي كيتكلم على واحد المعزل، على واحد المعزل ما بين الطفل والطرف الذي يستمع اليه باش يكون، باش يدوي على راحته. لا، ممكن نفكروا في اليات، هذا مجرد اقتراحات، هذه الاقتراحات ممكن تولي اجراء او عباره عن نصوص تنظيميه وتشريعيه. كاين مساله اخرى ديال المرافقه والملازمه الاجتماعيه، ما موجوداش. الطفل ملي كيكون معرض للاعتداء الجنسي وكيمشي راه خص واحد المرافقه، ملازمة اجتماعية ونفسانية، لأن ذاك الطفل في ذاك الظروف اللي كيتعرض لها
واحد الحالة نفسية مهزوزة بواحد الشكل مروع، وكثير من الأطفال أنهم ما كيبقاوش يقدروا يمشيوا للمدرسة، كثير من الأطفال أنهم ما كيبقاوش عندهم القدرة يخرج للزنقة. إذن شكون اللي غادي يقوم بهذا الدور؟ وهم الأطباء النفسانيين. وكاين اللي كيقول باش يخرجوا ذاك الطفل من ذاك العزلة ومن ذاك الاكتئاب ورجعوا إنسان عادي. كاين اللي كيقول بأنه بدوره يصبح مشروع معتدي جنسيا اللي غيكبر. بناء على الإحصائيات اللي كانت توفروا عليها 75% اللي اعتدوا جنسيا كانوا في صغرهم ضحايا عرض الاعتداء، يعيدون انتاج الاعتداء. وكاين واحد المساله اخرى، ان بعض الاطفال والطفلات اللي تعرضوا للاعتداء الجنسي ولكن تقوات الشخصيه ديالهم اللي كبروا، وكنعرفهم الان مسؤولين كبار، يعني بخصوص النموذج اللي كنعرف انا في خارج المغرب، كنعرف واحد السيده في بلجيكا، واحد السيده في فرنسا، مسؤولين سياسيين كبار وتعرضوا للاعتداء الجنسي في الصغر ديال. بمعنى تدمير الشخصيه هو مساله كيمكن نعالجوها، اكيد هاد الاشخاص هادو تعالجناهم، ولكن لا ما عالجناهمش كيبقى ذاك الجرح عميق في ماشي الشخصيه. ماشي ميؤوس منهم. ممكن نعالجوا هذوك الاطفال، ولكن هنا راه الدوله تتحمل المسؤوليه. حنا كمجتمع مدني نرافق ونقدم بعض الخدمات ولكن محدودة، ما عندناش الإمكانيات، ولكن هناك السلطات العمومية تتوفر من الإمكانيات اللي يمكن تقوم بهذا الدور. نعم سي مطر، عندك شي تعقيب على شي فكرة؟ إذا سمحتوا في دقيقة، الشرطة حاليا والمراكز ديال الدرك تتوفر على مراكز للاستماع للأحداث دون اخلاط دون اختلاطهم بالقضايا الجنائيه الاخرى. واش معممه هذه القضيه السي مطر؟ نعم موجوده في المغرب كله. لا لا اسمحوا لي، كاينه كل حاليا التشكيله ديال الفرقه ديال الفرقه مثلا ديال الفرقه الجنائيه الولائيه عندنا في الدار البيضاء عندها لا سيكسيون جوديسير، عندها لا سيكسيون ديال الاحداث، وعندها ديال الحوادث السير من عازله، وعندها ديال السرقه الايكونوميك بوحدها، كل حاجه منفصله. كاينه في تيزنيت، كاينه في المناطق الاخرى كلها. لا هو كيهضر على الدار البيضاء، الوكيل العام ديال الدار البيضاء. انا عندي اختصاص مكاني محدد. غير اللي بغيت يعني استرسالا في المداخله ديال الاستاذ سموني، اناشد المغرب باش انه يرد البال لولاده. الاعتداء الجنسي راه كاين واحد البؤر عندنا في المغرب مع الاسف، اللي واصله سياحيا، ولكن راه معتاده على الاطفال ديالها. ما خصنيش نسمي المدن باش ما نوسخهاش واحد شويه، ولكن راه واحد مجموعه الاطفال اللي المعتدين جنسيا عليهم ما وصلوش للعداله وما وصلوش للضابطة القضائية، ولكن المشرع المغربي كيعاقب هذاك الطفل منين كيرشد وكيكبر. وكنجيو للفصل 489 من القانون الجنائي، ونعاقب مرتكب من يقوم بفعل من افعال الشذوذ الجنسي، كيتعاقب من 3 أشهر الى سنتين الى كذا. هذا المشروع ديال ذاك الطفل اللي كنخليوه هاد الاجانب، خصنا نفحصوهم في الحقيقه من يكونوا ونعرفوهم فين جالسين. كيمشيو غادي نقول كيمشيو للرياضات، الرياضات راه ما كاينينش غير في مدينه واحده، راه كاينين بزاف ديال المدن. ما كيكونوش دون دي زوتيل اللي في الفنادق اللي ممكن انه تمارس عليهم نوع من الرقابه. هما كيمشيو لبعض المنازل وكيشريوهم وكيوليو مالكين دوك المنازل وكيديروا فيها ما بغاو. اثار لي الانتباه واحد الشهاده ديال واحد السيده في الروبورتاج اللي كتكلم على البنت ديالها، وكتقول انها اصيبت باكتئاب كبير لان المحكمه ما تعاملتش معها كطفله، لان اظن على حسب التيمونياج ديالها الشهاده ديالها بان هذيك البنيته يمكن فايته 18 سنه التي اعتدي عليها. لا لا عندها خمس سنوات، لان قالت بانه تم تغريمها من ما حضرتش الجلسه. لا تم تهديدها بان خص ضروري من الاحضار ديالها، لان عمرها خمس سنوات
وكان درت الشهاده الاولى وتم الطعن في شهادتها، قالوا لي لا هذه الشهاده عندك ما هذا، جات من بسيكوثيرابيست ولا هذا اكدت بانه داك الشيء عندها راه سوي وهذا، ولكن ديك سير وجي وجيبوك وجي، اذا ما جيتيش غتجي القوه تجيبك تما البنت عاود ثاني اهتزت. هي اللي كيعرفوا الاساتذه السيد الوكيل العام عارفين بان الروايه الجنائيه ديال 1986 كيلزم على الضحيه باش يمكن له يولي مطالب بالحق المدني، لان ملي كيجي بالصفه ديالو كضحيه راه كيكون شاهد. مع الاسف راه الناس ملي كتجيهم الاستدعاء كيتخلعوا ملي كيشوفوا بانه استدعي فلان الفلاني اللي هو ضحيه معتدا عليه، كتكون مكتوبه شاهد. كيجي واحد كيقول لك واش انا ضحيه وكتب لي شاهد، كنقول له انت شاهد جوسكا نوفيل اوردر، يعني حتى كنمشيو كنخلصوا عليك الا كنديو المبلغ ديال 100 درهم الا كان الجنحه و500 درهم الا كانت في الجنايه، عاتيه وليك تسب ولا ما جاش كيبقى عنده الصفه ديال الشاهد الا ما تقدمش بمطالب مدنيه ويتم تغريمه. يعني كان انادي 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 باخداع. احنا عارفين بان مثلا لي بيلوت ديال يعني ديال الربا بين الطائرات كيخضعوا لواحد الفحص ديال الطب النفسي. حنا هاد المدرسين ديال الاطفال الصغار راه خصنا نخدعوهم كلهم الفحص ديال الجنسي كل سنه.